ما تراه في منامك كما جاء في صحيح مسلم على ثلاثة أقسام: رؤيا مفرحة كما جاء في الصحيحين، الرؤيا من الله مفرحة وهي الصادقة والحسنة التي تسر الإنسان، وصادقة لأنه في الغالب أنها تقع، وصالحة، فهذه ما الذي يسل الإنسان؟ كما جاء من مجموع الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: فليحمد الله، إذا رأيت هذه الرؤية المفرحة فليحمد الله، تقول الحمد لله إذا استيقظت من نومك. وفي رواية: فليحدث بها من يحب، وليس كل أحد.